السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو لامبوتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس، يعني في إطار لا كونتابيليتي اناليتيك. عندنا بزاف ديال لي ميثود دو كالكول دي كو. بارمي هاد لي ميثود كتكون كاينه لامبوتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس، واللي هي يعني كتجي مباشرة تقريبا من بعد لا ميثود ديال لي كو كومبلي. دونك اولا غادي ننطلقوا من يعني من بعض المبادئ وبعض الملاحظات اللي غادي تقرب لينا الفهم ديال هاد لا ميثود هادي. واول ملاحظه غادي نبداو بها هي هاد الملاحظه هادي، هو ان عندنا هنايا لو كو دو روفيان دان برودوي اوغمونت كون لاكتيفيتي بيس اي ايل ديمينو كون لاكتيفيتي اوغمونت du fait d'une plus ou moins bonne absorption des charges fixes. يعني المفهوم ديال هاد الملاحظة هادي أو الفكرة هي أن لو كود روفيان ديال واحد لو برودوي كيتغير بدلالة لو فوليوم داكتيفيتي، يعني فاش لاكتيفيتي ديال لونتربريز كترتفع هاد لو كو هذا كينقص، و فاش لاكتيفيتي كتنقص لو كو يعني كيرتفع. يعني كاين واحد العلاقة عكسية ما بين لو كود روفيان ديال هاد لو برودوي او لاكتيفيتي دو لونتربريز. هاد المسألة هادي اكيد غادي تأدي بلي زونتربريز اللي عندهم مثلا دي زاكتيفيتي سيزونيير انهم يحاولوا يعرفوا ان كود روفيان اللي هو يعني يكون نورمال اونتر بارونتيز، داكور، لان لو كود روفيان ديال هاد لو برودوي غيبقى كيتبدل من سيزون لاون اوتر، وبالتالي غيصعب عليهم انهم يعرفوا لو كود روفيان اللي هو اونتر بارونتيز كيف قلنا اللي هو يكون انديبوندون دو لاكتيفيتي، ويكون اون كيلكو سورت يعني يقدروا من خلاله يحدوا مثلا واحد لو بري دو فونت. داكور، دونك هذه مساله الاولى اللي غادي نشوفوها من خلال من بعد غادي نشوفوها من خلال واحد ليكزامبل غادي تتضح بصوره اكبر. الملاحظة الثانية واللي هي كتكمل لنا هاد الملاحظة الأولى هي أن لا ميثود دو لامبيتاسيون راسيونيل دي شارج فيكس كونسيست أ انكلور دون لو كالكول دي كو لا بار دي شارج فيكس كالكولي اون ريفيرونس أ ان نيفو داكتيفيتي ديفيني كوم نورمال. دونك هنايا في هاد الملاحظة هادي كنلاحظوا بأن هاد لا ميثود ديال لامبيتاسيون راسيونيل جات باش اساسا يعني تعامل مع لي شارج فيكس. يعني كيف كتعرفوا بالنسبه لا ميثود ديال لي كو كومبلي فهي كتبنى لا كلاسيفيكاسيون ديال لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. دكو فيما يتعلق بهاد لا ميثود ديال لامبوتاسيون راسيونيل لا كلاسيفيكاسيون يعني اللي كتبناها مختلفه. هنا لا كلاسيفيكاسيون كنهضروا على دي شارج فاريابل و لي شارج فيكس، و لامبيوتاسيون راسيونيل كيف قلنا غادي تركز اساسا على لي شارج فيكس. علاش؟ لان لي شارج فاريابل سون بروبورسيونيل او نيفو داكتيفيتي، بمعنى كيتغيروا بنفس الوتيره مع النيفو داكتيفيتي. تزاد لو نيفو داكتيفيتي تا هما كيتزادوا، نقص تا هما كينقصوا، وبالتالي ما غيكونش عندهم ان امباكت سور لو كو دو روفيان. داكور، اللي غيكون عندهم ان امباكت سور لو كو دو روفيان هما لي شارج فيكس. علاش؟ لان لي شارج فيكس سون normalement indépendant du niveau d'activité bien sûr jusqu'à un seuil حتى لواحد العتبه معينه. دونك هنايا الحل اللي كتقترحوا لا ميثود دو لامبوتاسيون راسيونيل ولا الفكره الاساسيه هو اننا ما غناخذوش لي شارج فيكس كلهم اون امبوتيوهم لو كو دو روفيان، وانما غادي ناخذو غير اون بارتي. هاد لا بارتي هادي كيفاش كنحدوها؟ كنحدوها بالعلاقه مع واحد النيفو داكتيفيتي اللي هو نورمال. يعني كنحدو واحد لاكتيفيتي اللي هي نورمال بالنسبه لينا. هاد لاكتيفيتي نورمال نقدروا يا اما نحدوها انطلاقا من لا كاباسيتي بروديكتيف دو لونتربريز، بمعنى يعني كنشوفوا لي زيموبيليزاسيون و الماتيريال دو لونتربريز، كنشوفوا لا كاباسيتي ديالو، داكور، افيك بيان سور لي زوتر اليمون ديال لا مان دوفر ايتترا اللي متواجده في لونتربريز. كنحدو واحد لا كاباسيتي بروديكتيف، داكور، وكنعتبروها كوم ايتون
يعني واحد لاكتيفيتي اللي هي نورمال، او لا كنحدوها انطلاقا من لا دوموند سور لو مارشي داكور، او لا من خلال واحد لا مويان سور بليزيور بيريود. يعني كنديروا واحد لا مويان ديال لاكتيفيتي وكنعتبروا هذيك لا مويان ولا لا ميديان كوم ايتون اون اكتيفيتي اللي هي نورمال. وبالتالي هاد هنايا غادي ننتقلوا من سكون ابيل لي شارج فيكس اللي هما ريال لدي شارج فيكس امبوتي ا بارتير دان كويفيسيون. هاد لي زيليمون نو فوز انكيتي با، غادي نشوفوهم يعني بار لا سويت اترافيغ دي فورمول اللي بيان سور خصكم تكونوا مستوعبينهم وفاهمينهم باش تقدروا يعني تتعاملوا بهاد لا ميثود ديال لامبوتاسيون راسيونيل. دونك الملاحظة الثالثة هي ان هاد لامبوتاسيون راسيونيل efface l'effet de la sous-activité ou de la suractivité sur la répartition des charges fixes et donc sur le calcul du coût de rôle. Obtali, la méthode de l'imputation rationnelle, شنو هو الدور الاساسي ديالها؟ هي انها تانيلي لنا هذاك l'effet ديال la variation de l'activité على الكو. قلنا ان لو كو كيتغير لو كو دو روفيان في الملاحظه الاولى قلنا كيتغير بدلاله لو نيفو داكتيفيتي، وبالتالي كيصعب على لونتربريز انها تحدد واحد لو كود روفيان اللي هو نورمال، وبالتالي مثلا تحدد ان بري دو فونت لواحد لو برودوي ديالها، لان الا كان التكلفه ديال هاد البرودوي كتختلف من سيزون من بيريود لان اوتر ايتترا، غادي يصعب على لونتربريز انها تحدد واحد الثمن مرجعي باش تبيع هاد البرودوي هذا داكور. وبالتالي هنا كتدخل هاد لا ميثود ديال لامبوتاسيون راسيونيل بحيث انها كتانيلي لنا هاد لا فارياسيون ديال هاد لاكتيفيتي، ولا كتانيلي لنا بليز اكزاكتومون لي في ديال لا فارياسيون دو لاكتيفيتي على لو كو، وبالتالي كيبقى لو كو ديالنا ولا لو كو دامبيتاسيون راسيونيل كيبقى فيكس او كونستون كيلك سوا لو نيفو داكتيفيتي. وكيف قلنا هاد لي رومارك بثلاثه غادي نوضحوهم ان شاء الله من خلال ان اكزامبل. دونك نكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو هذا، الى الفيديو اللاحق ان شاء الله، وغادي نزيدو نوضحو المسائل.